حجم كبير. كذلك الجماعات الإسلامية عندهم كلها فرق ضالة، كلها فرق هالكة، وخلطوا هنا بين الجماعات الإسلامية والفرق الإسلامية. هناك ثمة فرق كبير بين فرق إسلامية تلتزم عقائد معينة مخالفة للشرع، هذه من الفرق الضالة 72 فرقة، وهناك جماعات إسلامية تعمل الإسلام، تلتزم الكتاب والسنة على الأقل في الظاهر، على الأقل في الأكثر، ولا تلتزم عقيدة معينة تجبر أفرادها عليه، هذه اسمها جماعات إسلامية. وهنا أذكر فائدة مهمة جدا، ولعلها يعني ما نقلها أحد إلا أنا نقلتها عن شخص مباشر، أرجو أن يسمعه الإخوة. الشيخ الألباني رحمه الله تعالى عندما جاء الشيخ أبو الحسن المأربي اليمني، وكان هذا بالمناسبة من الذين يغلون فيه ربيع ويسميه علامة اليمن، وهو يغلو في ربيع ثم تركه بفضل الله سبحانه وتعالى. الشيخ أبو الحسن المأربي كان يزور الشيخ الألباني، أو زار الشيخ الألباني فترة من الزمان، ومكث يسأله أسئلة دقيقة ومهمة جدا. يقول الشيخ أبو الحسن المأربي، وكان على علاقة وثيقة مع الشيخ ربيع بن هادي، يعطيه التفاصيل كل لقاء يوميا. فمرة الشيخ الألباني رحمه الله أخطأ لسانه وقال إن الجماعات الإسلامية من الفرق الضالة 72، خطأ لساني. فأبو الحسن المأربي أخبر الشيخ ربيع بهذا، قال له جئتك اليوم بخبر عجيب يفرحك أكيد، يعني لأن الشيخ ربيع ليس عنده سلف ولا أحد يقول بقوله في عدم التفريق بين الجماعات الإسلامية والفرق الضالة. قال له ما هو؟ قال له الشيخ الألباني اليوم أخطأ بلسانه وقال كذا وكذا. ففرح ربيع وقال له أبو الحسن المأربي، قال له لكني أظنه أخطأ وسأراجعه في الغد. فقال له ربيع أسألك بالله ألا تراجعه، ودع الكلام ينتشر في الآفاق. هل هذا تلميذ الشيخ الألباني؟ هل هذا تقبلون كلام الشيخ الألباني فيه أنه حمل لواء جرح التعديل؟ هذا هو يستحق أن يحمل لواء جرح التعديل شيخه يخطئ ويفرح لخطئه ويستحلف بالله تلميذ الشيخ الألباني ألا يراجعه لينتشر خطأ الشيخ الألباني ليرضي غروره؟ هل تقبلون هذا أيها المداخلة؟ وهذه القصة سمعتها من شخص عن أبي الحسن المأربي رحمه حفظه الله أيام صحبته للربيع، وليس مع العداوة حتى نقول إنها كذب.